جاب لك العقد. خشي برجلك اليمين، خشي في اي حته بخش برجلي اليمين اساسا. الارض احفظي بعينيكي، منوره يا هانم. هي فين؟ انا مشتاقه. مستنياكي جوه، اتفضلوا. دي طايرة يا ولا. يا رأي يا خالتي، انت بتصدقي في الكلام ده؟ اسكتي يا ولا. يلا تاكل انت على الله، يلا ما تنساش تيجي الساعة 6 عشان راح الجيم. سلام. لا لا لا، هتنسعيني هرجع عليك المية. ايوه انزلي، روحوا له انتوا الاثنين، هو في الحمام بيستحمى دلوقتي، خلوا منه الصابونة، انت حتة اخوك حتة، وقفلوا عليه لحد ما يموت. اهلا. السلام عليكم يا ستي. وعليكم السلام ورحمه الله. قطة. اهلا اهلا اهلا. الريحه اللي دخلت المكان دي، في حاجه عاوز. الواد ده مين؟ الواد ده حمدي ابن اخت. حمدي ابن اخت بتعرفيه؟ ها ها، ده برسامجي مدمن مخدرات، اه وصايع كمان. اي رانيا مصرف بتاعت العجمه تعرفها؟ ايوه ده صايع، ده صايع. طلعوه بره بره بره. ليه يا ست؟ انا عملت حاجه؟ الواد عليه مارد ونوع وحش بيتبرز في المكان. بالك انت لو اتبرز في المكان هنغرق كلنا ومش هنلاقي حد يلحقنا. انا عارفه انا عارفه. يا واد بتقول عليك مارد بيتبرز اخره؟ ماشي يا خالته، اما اشوف اخرتها. اخرتها هتين عليك يا حبيب. ايه موضوع الوليه دي يا بشاندي؟ نصبه زيك ولا ايه؟ لا يا استاذ حمدي، ده بجد، دي وليه مبروكه. انا هعرف اذا كانت مبروكه ولا الله يبارك فيك. اللي عليها حضروا. مالك يا خالتي نوسة؟ اصل عامله التليفونات كلها على الفايبريشن، اما بيرنوا مع بعض بيبهدلوني. الو. ايوه يا مدام سوكار. ايوه احنا اللي نقوله نعيده. قلت لك خلاص جوزك ده هبهدله لك، صدق بالله هجيب له تبول لا ارادي. اه يبقى قاعد كده لا ارادي يتبول قدام الناس. كيس دعوة، بس انت ساعديني، هاتي لي حاجة من قطره. يا ست انت فانيلة قوس رب ايه، ده كان زمان في الفلاحين الكلام ده. انا عايزة حتة من ودنه، اه تقطعي الحتة اللي من تحت الطرية دي اللي تحت القرقوسة. ايوه، وانت خارجة تضربيه بالسكينة ببطنه، الدم بيعمل معانا سخن. ايوه. لا لا، ده انت اختي. طب يا حبيبتي، بالسلامة بالسلامة. قطعوا النسوان ودوستهم. ازيك يا بنت يا سعاد؟ ما شاء الله ما شاء الله. ازيك يا نوال؟ عرفتي يا سمينة ازاي؟ انا مش ساحره ولا انت جاي يا عمر افندي؟ عايزه تحس ان انا ساحره ازاي؟ نازله لكم السقف وعامله لكم نار. انزلي 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 انزلي. ايه اطلع لكم روحي واكلمكم عشان تصدقوا؟ ازيك يا بت؟ الحمد لله. عارفه انت جايه ليه؟ طب احنا جايين ليه؟ عشان العقد الفالسو. لا مش فالسو. لا الجديد اللي ما تعرفوش انه فالسو. طب هو فين؟ في الحفظ والسون. مايكل. يس. الو، وري العقد. عقدك ده؟ نو ات از نوت. يا ولية اتأكدي. لا يا ستي مش عقدي. امسك، انا قايله لك انت مش نافع معايا ومش هتكمل معايا، بس امسك خلقتك هنا تاني. كم هير كم هير. في داهيه. اصل ده خواجه طاري. بص العفاريت البيضه زي الفراخ البيضه بس فاس جامده. انا دلوقتي هجيب لك اصل الشغلان، شغال معايا بقاله 35 سنه. جامايكا. منو يا ماما؟ حظك حلو صاحي. جامايكا. منو يا ماما؟ بس يا بنت بس خلاص، هم جايين ليه يا اختي؟ ده في 40 واحد هيجوا دلوقتي هتعملي ايه؟ جامايكا. منو يا ماما؟ تعالى تعالى. وين فين العقد؟ منو يا ماما؟ عقدك ده؟ ايوه عقدي يا اخويا. بدع يا جامايكا. انو جنب ماما دقيقة واحدة تاكل. انو جنب ماما بيموت في الجبنة النستو بيحبها حب. معاك حد؟ انو جنب ماما. طب خد فرقوا على بعضيكم. انو جنب ماما سلامة. انو جنب ماما. اصل هم لغتهم كلمة واحدة فتلاقيها بتتكرر كتير. عشان تسمعي كلام امي. مين اللي كان سارقه يا خالتي؟ انجو وي جنب ماما. مين اللي كان سارقه؟ لا اسمع اما اقول لك، انا اللي ستره ربه ما فضحوش، بس انتوا عشان حبايبي انا هعمل لكم اوبشن. بص انتوا تقولوا الاسم اللي انتوا ساكنين فيه، لو هو اللي سارقه راسي هتعمل كده، لو مش هو اللي سارقه راسي هتعمل كده. يلا قولوا الاسم. تيمور.
ايه ده بقى ان شاء الله؟ زعلانه ومقهوره كده، زعلانه ومتنكده، لانك اول ما قلت الاسم شفت واد طاهر نقي ونبي من عيله وعيله حلوه كمان، ابوه زعبلاوي وبلاوي. أيوة. بلاوي ابوه شايفاهم قدامهم، ابوه بيقيس حاجه طول النهار، بيشتغل في المساحه. ترى دي حريمي. ايوه يعني بيقيس يعني. لا ناس محترمه قوي يا سعاد، ما يعملوش كده. لا 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 ربنا يخليكي، خدي يا اختي فضله خيرك حاجه كده على قد ما اقصد. ايه وليه ده؟ ما عندكيش نظر وانا محتاجه فلوسك، مش شايفه كام خويسه وخاتم في الخنصر وخاتم في البنسه؟ بلاش دول، قفط الموبايلات دي كلها مش عاجباكي غير اللي في الصحن جوه؟ يلا يا حبيبتي هاتي بيهم ترمس. ربنا يخليكي. يلا جامايكا. ايوه يا ماما. طب كويس انا بطمن عليك احسن، قالوا لي في مطر في اثيوبيا. الو الو. ايوه مين؟ انا نوال يا عم. نوال؟ اظن يا نوال بعد اللي حصل افضل انك تبعدي عن ابني يا نوال. يا عمي ده كان سوء تفاهم وخلاص، احنا جبنا العقد. ومين اللي جابه؟ واحده اسمها الخاله نوسه. وخارج كامل وليه دي؟ ما خدتش ولا مليم، دي ست واصله قوي وقالت ان تيمور بريء. يا عم خلص بقى، كرهتني في وشي يا ابني. النحت ده بيبين روح الشخصيه، وانت وشك فيه حاجات كتيره جدا لازم تبان. تبان ايه ونيله ايه؟ انا هيغمى عليا انا ما فطرتش، وبعدين انا بكره التماثيل بذمتك. انا قلت لك اعمل لي تمثال كلها خمس ساعات وخلص. خمس ساعات ايه؟ انا مش عايز اوعى تبوظ وشي وانا حر فيه. يا شباب تيمور انت حر. ايه الاخبار؟ زي الفل، كله تمام زي ما انت عايز. هتبقى ستار. بقول لكم ايه، مش عايزين غلطه بوس ايديكم، عايز الناس كلها تامن ان الخاله نوسه دي سرها باتع كده. من نوال هتوافق على الجوازه وهي مغمضه. وهي ايه؟ مغمضه. Attention, elle veut tour, veut tour, veut tour. Attention, un accident. Quoi? Ma belle, ma belle, j'ai soin. Attention, attention, attention. تلاقوا في الضلمة ألف قمر. بنحب يا ناس نكذب لو قلنا ما بنحبش. ترارا. الأغنية دي مش بتفكرك بحاجة؟ بتفكرني بأمك اللي رقصت لأبويا والملح اللي سففته لنا. هو عمي ما قالكش على اللي حصل؟ على إيه؟ خالتي نوسة. أنت هتمشي ورا التخريف دي أنت كمان؟ نوال ما تنسيش ميعاد النهاردة عند خالتي نوسة. لا ما تخافيش يا حبيبتي أنا فاكرة. أنت رايحة عند الولادي ولا إيه؟ وهي عارفة إن أنت رايحة؟ لا أنا واخدة البنات ورايحة لها مفاجأة. طب افرضي ما كانتش هي هناك يعني. لا ما تخافش يا بشندي اللي مديني الميعاد. هتروح على بالليل صح؟ لا كمان نص ساعة كده. ليه كده تزنقوا الناس؟ افرضي عندهم حاجة. يا ست أنت قوم عمتك ماتت. عمتك ماتت تاني. أيوه قوم يلا فودة. قوم خالك عايز يموت. هيموت. يلا. انت رايح فين؟ الناس اهاليها ميته. يلا مش تستنى احكي لك على حصل. عندي زفه لازم الحقها. يلا بيا في حياتك. يلا ربنا يفيك شر الغفله. بسرعه يا بنتي. اوعى لا مش وقته. يا رب قصروا زي ما قصرتني. كان يوم اسود يوم ما دخلت الزفت. يا نهار العام. ايه حوش عنك كنت المسا هيموتني. هتحمل ما تشيلش هم، دي ست واصله قوي. انت ايه
مين قال لك تدي موعد للناس؟ ده كل واحد دفع 200 جنيه. 200 جنيه يا نهار اسود، وكمان خدت منهم فلوس. اوعى تقول الكلام ده قدام تيمور، انت فاهم؟ انت ايه؟ امور النصب لسه بتجري في دمك؟ امشي امشي. ولا اقول لك خدني معاك، ما سيبنيش انا لوحدي. ارحمني. الله الله، اثبت مكانك لا تولع وانت واقف. اثبت مكانك. اتفضل اتفضل، انت يا راجل بتستهبل، مش عيب تخش على وليه كده من غير ما تستأذن. افرض قلعه ولا مستحمى، افرض سرحانه بحاجه قليله الادب ومش عايزك تشوفني، تدخل كده عليا خلوتي. اتفضل اتفضل. استنى، انت عميت وعينيك البعيد، مش شايف عيل بيرجع ويودي روح لامك؟ كهرمان الم عيالك، عندي شغل. موضوع اسمي عابد الببلاوي، المهنة تنزي حرقني، السن 42 سنة. تكذب من أولها، 58 سنة ومولود في المحلة، وتعمل لك عمل زمان وترمى في حلة. وحلة يا حلة، ليلة نطين يا حلة. حلوة؟ عجبك؟ محفل محفل، مالكس دعوة اللي بيدور هنا؟ ها؟ أنا جاي من طرف نوال. معلش عشان النوالات كتير. يكون سلبتي نوال بتاعت الاردن وانا بحبها. لا، نوال بتاعت الاردن. ادي بنتي غلبانه يا امها، سرق منهم عقده وجبناه. انا بقى جاي مخصوص عاوز اعرف مين اللي خد العقد ده. حضرتك في النيابه؟ لا يا فندم. امال ايه جاي؟ اللي انت مالك ومال ده شغل، مالكش انت دعوه. معلش اللي معلش، احنا ما نبدعش حد، جبنا العقد وخلاص. معلش من فضلك، العقد ده انا اتهمت بالسرقه، انا وابني وحيدي في هذا العقد. ما انت شكلك حرامي. لا من فضلك، انا ترزي حريمي. انا مالي ترزي حريمي ولا ترزي خرفان؟ انت جاي تحرق دمي؟ خلاص عقد السرق والاناء، اتكل على الله. يلا بقى يلا، انا في حاجه بتجري في دماغي مش عارفه ايه هي. اتكل على الله بقى ترعنا. سبحان الله. ده بينه اتجنن ولا ايه؟ سبحان الله. في حاجه يا ساتر؟ يخلق مش شبه 40. حضرتك شبه المرحومه مراتي الخالق الناطق. الله يرحمها ويحسن اليها. الله يرحمك يا زبيد. الله اكبر. حضرتك تعرفيها؟ الارواح بتتلاقى في ملكوت الله. امر عليك لو قابلتيها قولي لها البنطلون الازرق بتاع الببلاوي حطيتيه فين. هم فين؟ نسيت؟ ما انت قصيته واديت الواد ابنك وقعد يعيط لك يا عنوم عشان تجيب له بنطلون جديد. صح صح صح، الله هو اكبر. رسمه العين مناخير السايحه. برأيي يا بولا، انت كده هتجرجرني للرزيله، وانا بصراحه بحبها. اسيب شغلي واكل عيشي بقى واروح للرزيله معاك؟ لا لا، رزيله انت، فهمتيني غلط. يبقى انه اتجنن ولا ايه؟ الجسم اللي قدامي المتفجر ونوسه ده، نفسي البسك فستان بقصه ايدي انا. ان شاء الله اجيلك الورشه. انا ورشتي في بيتي وعنوان بيتي 13 شارع عبد الحميد، عبد الحميد في الجيزه. الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله اكبر. يا واصلة يا جامدة. ازيك يا نوال يا بنتي؟ ازيك يا عمي؟ حد الله بيني وبينك، ابدا ما سلمش عليكي قبل ما تربوا بلاكم على الناس الاشراف وتتهموهم بالكذب. اتاكدوا الاول على عموم الست اللي انت داخله لها دي بتربي الكذابين في النار. ما تزعلش نفسك والنبي يا حاج. يلا بنتي نوال. الفلاية دي ضيقة قوي، مفيش حاجة. امال ايه اللي كان بيجري في راسي هيجنني ده؟ أملة دي؟ لا ده فار. كنسي أملة عاملة نفسها فار؟ القصد جبتها يا بسكلة. اهلا 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 لمؤاخذه، اتفضلوا. يا اهلا وسهلا، شوف دخلت الحريم تسرح كده، التنير رجاله قطه يقفلوا اليوم. ازيك يا سعاد؟ ازيك يا سكينة؟ ازيكم يا كتاكيت؟ اهلا اهلا. الكتاكيت بقى مكسوفين، انت عارفه بنات اليومين دول بيتكسفوا. لو في كسوف وفي حد غريب، ده انا خالد. بص عشان انفوكي كده تحب اقلع لكم مرض والنبي اللي عملتي سعيد. ايوه اهلا اهلا اهلا، ما شاء الله. مواضيعكم سابقاكم. الله 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 الله، غمضي عينك يا حلوه يا ام قصه انت. يخرب بيتك وبيت اللي رباك. البنت دي متجوزه من ورا اهلها. ايه ده؟ ايه الكلام اللي انت قلتيه ده يا خالتي نوسه؟ انا مش ممكن اعمل كده ابدا. كدب، هتاكلي بالسبسب واحط وشك في النار. متجوزه من ورا اهلك وبتضربي بانكو. ها
هي فعلا يا خالتي متجوزه عرفي وجايه لك تشوفي لها حل. الله يخرب بيت بتوع العرف وسنينهم، دايما يجوا بعد العرف، ما فيش واحده فيهم تيجي قبل العرف، لا يجيبوا البلوى ويجوا بيها. يا ساتر يا رب، ورينا يا ابني، ورينا ورينا. الواد ده اسمه وائل يا بت؟ طب بصي بقى، الورقه اللي كتب عليك فيها يا هبله سايلها عند واد اسمه سيد في العباسيه، تروحي تجيبيها منه وتقطعيها. الواد ده مش بتاع جواز. يلا يخرب بيت الجسم يسال منها اللي عليها جامد يا سعاد. طيب يا ستنا قولي لي بقى موضوع بنتي ايه؟ والنبي ما تقلقي على بنتك، تعالي يا امور، تعالي حلو، تعالي يا ماما تخافيش. ما شاء الله ما شاء الله يا اختي، بطه بطه، تعالي تعالي تعالي. كل حاجه كل حاجه. بقولك ايه يا حلوه، الواد اللي انت بتحبيه قليل كده وفي دايما حاجه هامه على ظهره كده، شايل نخله شايل بلكونه الكونترباس، ماليش دعوه يركب ميكروباص يركب. لا لا الكونترباس يا خالتي. المهم هو كده. الله 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 الله، اسمه ايه؟ امور، تيمور، تيمور. الواد ده ابن حلال يا سعاد. ميرسي قوي يا خالتي. واحده هنا خالتي كمان يا اختي بطه، الواد ده هيسعد البت دي، خلي بالك الطالع بتاعه حلو حلو قوي. ايه تو ده وقته؟ استنوا ما اقول لك بنت يا سعاد. هقولها هقولها اللي هتسمعي ده ما يطلعش بره. البنت بنتك دي غلبانه، لو ما اتجوزتش الواد اللي بتحبه في ظرف 7 ايام هتتعقد وهتموت في حاسه موسيقى. يا مسبتي يا اختي، يا مسبتي يا اختي، يا حبيبتي يا بنتي. لا لا بكتب الله الاسبوع الجاي اتجوزها له. الحلاوه ليكي يا ستنا. ما باخدش حلاوه يا حبيبتي، دول عيالنا. طب استني كده، انا عاوزاكي في موضوع يا ستنا. عينيا عايزه فلوس؟ لا تتكسفي يا بنت، انا خالتك، انا معايا 170 جنيه فايدين من التوامين، تاخديهم؟ لا مش عاوزه فلوس، عاوزه احاوي عفريت ابن عفريت ابن هند يطلع عين الوليه معاطف اللي مجنناني مطلع النخل في عينيا. رخاوي؟ ايوه. تيجي في السكه دي؟ ليا. هتستحملي احكامهم؟ على راسي من فوق. خليك تنقي، بس افتكري ان انت اللي اخترتي. ابعت لي اخر اتنين في الكشف يا حبيبي. بس يا بنت الزهير، ايه شفت عفاريت؟ يا بويا تبصري ما عندك كلمتين. ده يا ايه